يا مساء الأنوار على مشاهدي قناة تن في كل مكان. النهاردة بمشيئة الرحمن مش هنسهركم زي امبارح، عندنا فقرتين بعد الانترو. هيكون معنا الكابتن طلعت يوسف المدير الفني الكبير قطعا، نتحدث معه عن أمور كروية كثيرة جدا. قطعا هنلمس على مباراتي الكونفدرالية، هنتكلم عن الدوري العام بمشيئة الرحمن اللي هيبدأ يوم 20 أكتوبر، يعني كلام 21 لكن في مباريات هتشتغل إن شاء الله يوم 20 أكتوبر. هنتكلم عن السوبر المصري بإذن الله اللي هيتلعب يوم الخميس اللي زي بكرة إن شاء الله في دورة الإمارات العربية الشقيقة. ثم بعد غياب أسبوعين كاملين النهاردة خلاص أعلن جدول مسابقة القسم الثاني، وبالتالي بدأت الفرق تستعد أكثر وأكثر لانطلاق هذه المسابقة الهامة جدا والقوية جدا. كالعادة هيكون معانا الأستاذ عبد الناصر زيدان المتخصص في شؤون القسم الثاني، معانا مجموعة من استعدادات الأندية في القسم الثاني لهذه المسابقة الكبيرة.